أثر على الفقير. فقير ما حياكل، ميت من جوعه. بطل زيت ب 3000 دينار، كيلو التمن صارت ب 2000 ونص. إي ما يصير. يعني احنا المتظاهرين صار سني وسني وشاغين يظاهرون على رئيس الوزراء والحكومة. جابون وعون، طلع فرعون راسه مسك الدولار من ال 120 على 160. ما يصير. خافوا الله على الفقير. يعني حتى الموظف راتبه انتهى عمره بس المواد الغذائية. يعني هو ما كل الموظفين رواتبهم عالية، لا، اكو نزل راتبه. المتقاعدين كان ما يقولون ذوي فقرة، ما يقولون ذوي ناس تعبانين، طلعوا من حرب، طلعوا من داعش. ما يصير، ما يصير. احنا نمسك العصاية من غاسة. خلينا نخصم شويه من الدولار، العالم تعيش تاكل تشغب. ابو الملك اسد انا هذا ايجارنا هاي، الشهر الثاني ما عندي ادفع. الله وكيل، راح اضطر ابيع الدكان واطلع. ابيع اصفي البضاعه برضه على اسعار واطلع ايش اعمل. هاي ثاني شهر انا افتح الدكان، الله وكيل ابيع المواد وراح انطي ايجار. لا ربح، لا هذه، كل شيء ما يطلع لنا. أثر أول شيء على الناس الفقراء، ناس الحميلين، ناس الكسابة، ناس العملة، يعني المسحوقين سحق أثر. إلا التاجر ما يهمه أخويا، صار ب100 ل200 دولار ما يهمه، صار ب2000 ونص ما يهمه، بس احكي لي على هذول الناس الكسبة، التعبانين، الفقراء. زين أنت بس تجيبوا وتعبون بجوبكم وما تسألون على الرعية؟ عمي وين مسؤول؟ قلت إنه مسؤول ينزل يسأل على الرعية، شو الصلح بالحال الناس؟ وسع انت، ماكو انت هسه عمل الناس فوت بيدك 100000 دينار وشوف كم واحد يهجم عليك. عوائل فقيره، شوف العوائل الفقيره المسحوقه سعر الشم ما اثر علينا. ادري الدولار صعد له 20 سنت، صار ب 1450، بطل الزيت كان ب 1400، صار 3000 دينار. احنا عامل هذا عامل هذول عمال كلهم الناس
يطلع من الصبح للمغرب يجيب له 10,000 دينار، يشتري بطل زيت، يشتري لحم، يشتري مخضة، خبز. Bravo.